احنا في مرحلة جديدة بنحاسب بعض، مش على كل اللي اتقال. انا مش عايز احاسب على كل اللي اتقال، انا الافعال اللي مات فيها ناس، في حصل في شراسة، في انتقام، في سفالة، قلة ادب، اجرام، في كده حصل كده، ده لازم يتحاسب. اللي عمل كده لازم يتحاسب. اللي قال انا مع الرئيس حسني مبارك على عيننا وعلى راسنا، واحنا قلنا اللي بيأيد الرئيس حسني مبارك وراح المهندسين أيدوا الرئيس حسني مبارك على عيننا وعلى راسنا، بس دول كانوا كام ودول كانوا كام؟ دول كانوا 3-4 آلاف ودول كانوا 3-4 مليون، فيبقى خلاص الغالبيه مش عايز الرئيس خلاص. وكنا مش ضد ده، انما تطلع ممثله مثلا تقول لك اقفلوا على ميدان التحرير دول واحرقوهم، انت بقى ايه ده؟ ده مش رأي، ده مش رأي، دي اسمها قله ادب، دي اسمها قله ادب. يطلع ممثل يقول لك ان هم كانوا بيوزعوا عليهم كنتاكي. لا يا اخويا، ده كنتاكي كان بيتوزع بتوع الحزب الوطني، بيدوهم 50 جنيه وكنتاكي وبيتزا. انت ما شفتش، ما تعرفش، ما تفهمش، بتتكلم ليه؟ لكن ده على